إلى سحر المجرات وغموض الكون ترحل لوحات التشكيل عز الدين الهاشمي الإدريسي بالزائري في سفر فريد، رحلة بصرية يمتطي خلالها المتلقي صهوة الشكل المعبر واللون الدال، لا يهمه الوصول والمآل. في قلب الرحلة تتناسل الأسئلة عن الدلالات الكونية التي اختارها الفنان أو اختارته كموضوع لمعرضه. القول بأننا نختار الموضوع أمر قابل للنقاش، ربما الموضوع هو الذي يختارنا، لكنني كالكثير من الناس كنت دوما مسحورا بالأسئلة الوجودية عن الكون وغيره. وبعيدا عن الأسئلة العلمية التي لا أتدخل فيها، ما يهمني هو تسخير ريشتي ولوحاتي لتقديم تمثل الخاص للكون اللامتناهي. وإذا تمكنت من تقديم شيء يسعد العين، سأكون قد بلغت هدفي. وإذا تمكنت بالإضافة إلى ذلك من تمرير رسالة أو تحفيز الفكر للتأمل في هذا العمل، سيكون الأمر أفضل. تحفيز الفكر على التأمل ودعوة المتلقي إلى إعادة إنتاج اللوحات المعروضة عبر التأويل، هدف عميق يسعى الفنان إلى تحقيقه من خلال هذا المعرض الذي حضرت حفل افتتاحه شخصيات من عالم الثقافة والسياسة والإعلام. حاول أن يقدم لنا هذا الكون من خلال صور متعددة وبأعين مختلفة وأيضا بألوان متعددة ودالة، مما يطرح عدة أسئلة. ما هي الرسائل التي يريد أن يقدمها السيد الهاشمي؟ ما هي علاقة الكون بالطبيعة، بالفيزياء، بالجانب الروحي؟ المجتمعات تتطور من خلال الحلم. وبعد قبل قليل كنت أناقش هذا طبيعة اللوحات مع السي الهاشمي، يعني باش نعرف في أي لحظة الإنسان كتكون عنده القدرة ديال الإبداع، وكيفاش كيتعامل مع هاد اللوحات ولا باش الرسم. فأجابني قال بأن بالعودة إلى الطفولة. المعرض المتواصل إلى غاية 7 مارس المقبل بالمكتبة الوطنية بالرباط، احتفاء بالفن من أجل الفن من جهة، وبالتراث البصري المغربي الأندلسي من جهة أخرى. بدون عنوان تنتصب هذه اللوحات، ولسان حالها يقول مستلهما أفكار المفكر الفرنسي غولان بارت: لا تبحثوا عن رسائل الفنان في ثناياي، اصنعوها أنتم.